أعزائي المشاهدين، قالوا عنها فنانة غير عادية، ما أن تصعد على خشبة المسرح حتى تلتهم كل ما عليه. وما نرجو منها أن تنطلق معنا بنفس الجرأة لتدير معنا الحوار في الكلام صريح جدا جدا. والفنانة المتألقة خدمتك. يا أهل يا أهل يا أهل يا أهل, يا أهل, يا أهل, يا أهل. مدام سهير، أهلا بيكي وكل سنة وحضرتك طيبة. يا اختي على الرقة، اهلا بيكي وكل سنه وانتي طيبه. اسمحي لي اقول لهم بقى كل سنه وانتم طيبين واهلا بيكم وبالاحضان. مدام سهير، رمضان كريم. الله اكرم. ممكن نقول كلمات بتعني ايه بالنسبه لك؟ اولا قبل ما اتكلم، حوار صريح جدا جدا، مفيش فيه قص ولا لزق. بصراحه مدام سهير، التلفزيون بيعني ايه بالنسبه لي؟ بالنسبه لي التلفزيون اخواتي، لكن الاب الشرعي المسرح، الام المسرح والسينما والتلفزيون مع بعض. طب انت على فكره وحشتينا جدا في رمضان، اعملك فين في رمضان؟ طب انا اعمل ايه، انتوا كمان وحشتوني. ما انا مش هفضل اقول لك كده يا منى لان يزعلوا مني. لا طبعا لازم اكلم اسرهم شويه. لان هم وحشوني قوي. بس الحقيقة كل اللي اتعرض عليا، مش هقول بقى اتعرض عليا 70 سيناريو و70 فيلم ومحطوطين وما بعملهمش والحاجات اللي بتتقال دي، لا طبعا. أنا اتعرض عليا السنة دي مسلسلتين وسهرتين، حاجات كده على قدي، بس أنا رفضتهم لأني تقريبا بقول مش بتوعي، يعني بتوع فنانين تانيين، يعني انا ما اقدرش اعملهم. مش ليا، صعبين عليا من ناحيه يعني فن تقيل، انا يعني ما اقدرش افنن كده ابدا. بس من غير تفاصيل يعني؟ لا من غير تفاصيل، معني ده صراحه ما اقدرش اعمله، ما اقدرش يعني. يمكن هم اعلى مني كثيرا، شفتي كثيرا دي. شوف يا مونة، احنا جايين نضحك ونضحك الناس ويانا، ده رمضان وبعد افطار وبرنامجك حلو قوي، اتمنى ان يبقى ساعه. فيلا بقى قولي قولي. مدام سهير، مش معقول كل الاداء الرائع ده على خشبه المسرح والسينما لا تزال في غفله عنك، هي الحكايه ايه بقى بالظبط؟ لا ولا حاجه، الحكايه ان ما جاليش الوقت، كل حاجه بوقتها. بعدين انا ما احب اعمل حاجه في السينما بعملها حلوه قوي، لان دي انا ضيفه على السينما وعلى جمهور السينما. يعني أنا أكتر مسرح، يعني بلاقي نفسي في المسرح. كنت زمان بقول إيه، طب ليه ممثلات المسرح ما بيجوش السينما الستار؟ لأنهم بيقولوا بيتنا السينما، أو ما بيقدروش عن المسرح، أو ما بيقدروش على المسرح. في ستارز كبار قوي، نجوم كبار قوي، تجيب لهم سيرة المسرح يقولوا لا ما نقدرش. ممكن أنا ماليش في السينما، ممكن مخرجين ما شافونيش فوتوجونيك، يعني الفوتوجونيك الوش اللي يصلح للكاميرا، كاميرا السينما لأنها حساسة جدا. يمكن أدائي عالي شوية على السن، يمكن حاجات كتير أنا ما أعرفهاش. بس حاليا الظاهر أنا هديت، أو يعني أقلمت نفسي، يعني بططت نفسي على السينما، أو حددت صوتي، حددت تعبيرات وشي، يعني قللتهم كتير قوي، فاتخدت سينما. يمكن ده يمكن ده، يمكن حظ يمكن وقت. ممثلة المسرح بتختلف عن ممثلة السينما؟ طبعا أكيد. في إيه؟ بس دلوقتي لا، دلوقتي الأداء واحد، الأوفر زي ما كنا بنقول عليه زمان عشان نسمع آخر البلكون، دلوقتي عادي في الوايلز، مع ان انت ماسكه كوز دورة بس معلش. هادي حاجه تضحك، بيقولوا الضحك اللي تقدر، يعني مش معقوله ابدا. يعني خلينا دلوقتي في الضحك، هل الضحكه بقى ازمه دلوقتي؟ كان زمان يقولوا الضحك من سبب اللي من غير سبب اللي تقدر، دلوقتي بسبب ومن غير سبب اللي تقدر. في جماعه اسمهم جماعه، يعني احنا مسمينهم ايه، برق، او اللي مش عاوزين يضحكوا ابدا، يعني تقول له سلام عليكم. عليكم السلام، ازاي؟ كويس الحمد لله. ايه يا ابني، يعني ليه واخدها جد؟ او مثلا في واحد على المسرح، واحد قاعد في الصف الاولاني قاعد عامل لي كده، بكون ما يشجعنيش او اقف كده ولا غي
اهو ده الخروج عن النص بقى، يعني هنرجع تاني نقول ما هم اللي بشوفه كل يوم حقيقي، يعني قاعد مبرق لي كده اهو، ايه يا ابني في ايه؟ يعني خد ودي نازل من بيتك ودافع فلوس وجاي عشان تشوف صور البابلي او اي فنان كوميديان على المسرح بيقول كلمه حلوه او بيوصل كلمه، مش عايز تضحك ليه؟ مدام سهير حضرتك قلتي كلمه وهاخدها من كلامك، بتقولي انا اديني اهو بخرج عن النص عشان ما حدش يزعل مني، انت خرجتي عن النص كم مره؟ يوه كتير قوي، مدرسة مشاغبين كلها خروج عن النص، رايا وسكينة أغلبية دوري أنا وأحمد بدير خارجين عن النص، فاكرة عبعال أنا وهو هنقعد يعني ساكتين؟ جمهور بيشجع وأنا بقول في أماكن في جلجلة زي يقول جلجلة صهللة هي ديت، أنا ببقى مجلجلة على خشبة المسرح وببقى فردة نفسي كده وحاسة إن ما في يا أرض انشقي ما عليكي أدي، فبتسلطن، عارفة السلطنة؟ أنا على المسرح ببقى مش حاسة بحد خالص، في كلمة زميل قالها بعلق عليها، تاني يوم بتاخد زيادة، تالت يوم بتبقى يعني بس في صالح العمل نفسه، في لب الموضوع، في قلب الموضوع، استحالة هاتيلي أي رواية من أول ما طلعت لغاية الآن وأنا خرجت خروج خارج عن النص تماما، أو ما بيقولش كلمة، لا أنا بقول كلمة و يا إما ضحك أو جد أو نقد داخل النص في لب النص. عايزك بتقولي في لب النص، يعني ده إضافة للنص مش خروج عن النص؟ لا إضافة للنص، ما هو خروج عن النص يعني إحنا بس بنستخبى فيها في إضافة عن النص. إضافة هي الخروج؟ طبعا، يعني أنا لست جميلة ولكني أتجمل ولا إيه الحكاية دي، ها يعني حاجة، لا هي خروج كده وكده، هي خروج كلنا بنخرج، مفيش كوميديان ما بيخرجش، مفيش ممثل دلوقتي ما بيخرجش، بتوع المسرح القومي وبتوع يعني بتوع الدوله كلهم بيخرجوا، واللي ما بيخرجش يجي يقولها لي في عيني ويناقشني ويقعد زي كده يا منى، اصل انا سمعتها كتير في الجرايد. ولكن بقى في ده الخروج عن النص، ولكن في بقى اضافه للنص، بمعنى ان جايز جدا ان انا اجد مثلا في جمله بسيطه جدا وسهله جدا وموجوده وانا اجد فيها عمق، واجد واحيانا بقى واقف على المسرح مثلا والاقي نفسي مضطر ان انا اقول الجمله الفلانيه في الوقت الفلاني، تاكد ان ده عمق المعنى اللي هو المؤلف لو قعد مثلا مليون سنه مش هيوصل. كلنا بنخرج، بس في خروج لائق وفي خروج غير لائق تماما. انا تاني ده ما احبوش ابدا، ومش من طبعي ولا اخلاقي، اخلاقياتي المسرحيه ولا تربيتي. زور حضرتك بتتقبلي النقد؟ في حدود، في نقد اتقبله جدا ما دام بينقد باسلوب في مكانه، اسلوب صحيح وعلمي ودارس، نقد دارس ومحترف نقد، عشان ينقد ممثله كبيره لازم يبقى وراه ماضي 20 سنه 30 سنه ناقد، لكن دلوقتي من هب ودب بينقد، كل ما مسك قلم يعني على رقاب الفنانين عمال فيهم طاخ طاخ تيق تيق حوب. طب ايه ألزع نقد سمعتيه لحد دلوقتي عن الفنانة سهير البابلي؟ يو لا ده لسه السنة اللي فاتت، بس خلاص احنا اتصالحنا ما اقدرش اجيب سيرته تاني. يعني ايه يعني؟ معلش ما احنا ده متصالحنا خلاص، يعني نقول بقى عاد؟ لا خلاص بقى، لا ما اقدرش اعيدها تاني، يعني يمكن كل واحد ليه وجهة نظر. ايه انا ساعدت الحاجة لان النقد ده جه جمهور زيادة عندي يشوف سهير البابلي بتخرج عن النص ازاي، فكسبت انا جمهور زياده مع ان لصالحك. لصالحي فعلا، انا متشكره جدا والله. يعني حقيقي انا بشكره طول عمري، بس بشكره زياده النهارده خصوصا بعد ما اتصالحتوا. مدام سهير حضرتك قلتي في مجله من المجلات ان مسرحيه ريا وسكينه كانت سيمفونيه رائعه وهي مرحله النضوج بالنسبه لي، الكلام ده حقيقي؟ وما زلت اقول ده. الاعمال التي لا تموت بعد عشرات السنين، رايا وسكينة، مدرسة المشاغبين، الرصيف، نرجس، يا خسارة أعمالي اللي في الستينيات ما اتمسحت في التلفزيون للأسف. رايا وسكينة ده عمل متكامل إنتاجا، تأليفا، إخراجا، ميوزيكال، فنانين، ممثلين، ديكور، كله. دي أحسن مسرحية عملتيها من وجهة نظرك للآن؟ لا طبعا، في الرصيف،
يعني من أحسن مسرحياتي. هي كانت الوقت قبل عراسيف كانت أحسن مسرحياتي، لكن بالنسبة لي أنا، لكن في مدرسة مشاغبين عالية جدا، بس مش بالنسبة لي، بالنسبة كانت للأولاد المشاغبين. لكن بالنسبة لي أنا عالرصيف ورايا وسكينة. عالرصيف كقيمة فنية عالية قوي، بتقول كلمة. رايا وسكينة خدنا اتنين قتلين قتلة وعملنا منهم قضية ميوزيكال، فده صعب. إن كمان الاتنين القتلين دول يتحبوا جدا، صوري رايا وسكينة يتحبوا، المفروض يتكرهوا، ده غصب عننا بقى. الناس كمان بتحبكوا قوي. هي دي ما انت قلت يا منى دلوقتي، الناس بتحب، مش كل فنان بقى محبوب كده قوي، ومش كل فنان يقدم اي عمل حتى لو عمل مليون عمل ممكن يقول الناس ايه والله كويس، بس يعني الله بنحبه، دي بقى من عند ربنا. حضرتك قلتي برضو نصيحتي للممثلات الشابات عدم الانتشار، لان الانتشار وحده ما بيحققش النجاح، الكلام ده صحيح؟ لا انا بقول، انا متنازلة عنه، بس بقول لهم دلوقتي انتشروا 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 انتشروا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، عمالين نقول لهم ما تنتشروش، خلوا بالكم من نفسكم، قولوا كذا، ما تطلعوش، انتوا وحشين، اعملوا اللي انتوا عايزين، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه بس. يعني اكمل ولا بلاش؟ كملي يا روحي. هل الانتشار من مصلحة الفنان ولا ضد في البداية؟ في البداية من مصلحته، في النص يقلل شوية، في الآخر يقلل خالص إلى أن يعود في البيت. مدام سهير، الفكرة دي ملكك وحتكون بينك وبين السادة المشاهدين، بس خلي بالك أي كلام حتقولي دلوقتي حيكون على مسؤوليتك الشخصية. تفضل. هات يا حبيبتي ولا يهمك. أمسكه أنا ولا تمسكي؟ أنا همسكه. أنا همسكي، أنت حرة. مساء الخير. عايز أقول لك حاجات كتير قوي للست، لان هي نص المجتمع، هي دلوقتي مش نص المجتمع، تلات ارباع المجتمع. نكدي على البيت كله، ما تضحكيش يا منى لو سمعت. نكدي على جوزك، طلعي عين ولادك، الصبح تقومي كده وبالليل كده، يقولك البسي ابيض تلبسي له اسود، عايز مسقعة تعملي له بامية، بحب السريس تقولي له بحب الجعديد، تعالي نخرج ما بخرجش، كلي اتخاني اتخاني بقى اللازي اتخاني، انكشي شعرك، البسي وحش قوي في البيت، جريه يعني جريه وزقليه بالطوب، اعملي كل الحاجات دي، سيبي ايديكي ما تعملهاش، وسيبي رجليكي، وملكيش علاقة بالبيت تماما، يقولك صباح الخير تقولي له ليه، على طول قولي له عايزين عايزين عايزين، انت ايه انت ايه، امال شغلتك ايه، نكدي على اللي خلفوه، وبعد كده ابقي تعالي قولي لي ايه اللي هيحصل، عليا النعمة هيموت فيك، ولا يصلح معهم غير كده. اوعى حد يسمعني انا بقول كده، لان انا عارفة الست عنادية هتعمل العكس ده. حضرتك برضو زوجة وام، بس ام لمين؟ نيفين. نيفين واحدة بس؟ يعني نيفين كأنها معروفة. نيفين، ما انت يا سهير عليكي حاجات، سوسكا دي غريبة. نيفين سوسكا اسم الدلع ده، عبد الحليم حافظ اللي سمهولي، بعتز بيه جدا. سوسكا معروف الفنانين وغير الفنانين، فنانين والدكاترة بتوعي والصحابي اللي خارج الوسط وحاجات كتيرة قوي. سوسكا يعني هو سمها لي من لندن، كلمني في التليفون قال لي سوسكا، قلت له مين، عايز حد اسمه سوسكا؟ قال لي لا انتي خدي مونتي، مونتي ده منير مراد، سوسكا خدي مونتي. بتحبي الناس تقولك سوسكا ولا سهير البابلي؟ لا، بنتي بتقولي يا سهير يا بابلي، ولازم يا سهير يا بابلي. سهير 3 سنين، انت يا سهير يا بابلي اموره قوي،
انت حلوه قوي يا سهير يا باب، يعني لازم سهير يا باب. لا انا بحب الناس يعني اختصارا للوقت وتضييع الكلمات سوسكه. واحنا في الشهر الكريم شهر التسامح والوضوح التام مع النفس، مطلوب من حضرتك انك تبعتي تلكسات لبعض الشخصيات بتقول لها رمضان كريم. يا ترى اول تلكس هتبعتيه لمين؟ كل يتيم، كل انسان محروم، طفل كبير خلاص كبر، كل طفل صغير عرف كلمة ماما أو بابا أو أمي أو أبويا، ببعت له سلام وقبلة وحضن كبير قوي، وربنا يرزقه بولاد الحلال اللي ربوه كويس ويكرموه في التعليم وفي تربيته، وما ينسخش وما ينحرفش. أتمنى ده، أبعت له كل قبلة وسلام. ومين اللي هتقولي له خد بالك من الغرور، لان الغرور عمره ما بيصنع الفنان حتى ولو كان نجم النجوم؟ مين؟ لاي فنان مغرور ولاي انسان مغرور ابعت له اقول له خد بالك، وانا اقول لنفسي خدي بالك. هو الفنان جواه غرور؟ طبعا، انا قلت لك النرجسيه دي هو نوع من الغرور. ايه النرجسيه؟ حب الذات، الانا. مش بيقولوا انسان عنده الانا ورمة؟ هما كتير قوي بيقولوا لي عندك يعني قالوا لي عندك الانا ورمة. ابدا، ايه الانا ورمة دي؟ واللي بيقولوا ده هما اللي عندهم الانا ورمة. حلو اسم الانا ورمة، الانا ورمة جديد. الانا ورمة، انا بتاعتي مش ورمة ابدا. انا معتزة بنفسي جدا، بكرامتي، بشغلي، بشكلي، بلبسي، باصدقائي، بعتز بحاجاتي. بقول انا عملت الشيء الفلاني. لما بتغاظ قوي من الناس لسه طالعين وكلهم عملوا ستار وكلهم عملوا كبار قوي، فبقول بقى هنا لا 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 بقى عيب، لا انا كذا، انا ورمة. فمش ممكن يا منى، لكن كلنا فينا حته الانا، بس كل واحد فيه على ايه يعني، بالدوز يعني، ده معياره قليل، ده كتير، ده مثلا عنده انفلونزا، ده حمى، ده روماتيزم، ده عالي قوي يعني، مش قادره اقول امراض يعني كده، انا مسميهم امراض طبعا، اصل انا ده امراض ولا اعوذ بالله. مدام سهير، بلغه الكره في فاول ارتكبوا 2، واحد لازم يطلع له النهارده كارت اصفر اللي هو انذار، والتاني كارت احمر اللي هو الطرد الفوري. يا ترى مين اللي هتطلع له النهارده الكارت الاصفر؟ لا انا مش انذار ولا كارت، انا هدي الكارت الحلو لونه ابيض. معلش هزود كارت يا مون، الكوافير بتاعي سامي اللي عمل لي البوفة دي خلاني رأفة الهجان من كتر حبه في رأفة، من كتر حبه في شخصية رأفة، راح عمل لي قال لي هعمل لك البوفة، بس هي ما طلعتش زيه، هو رأفة كده البوكلتين دول بتوع زمان، أنا كده على جنب يعني. شيك ولا حلوة طبعا، موضة يعني. أنا هديله الكارت الأبيض والاصفر، هديهوله برضو علشان لو ما عجبتهمش التسريحه ديت هطردوا طردا، خدت بالك؟ مدام سهير، لو ما كنتيش فنانه كنت تحبي تكوني ايه؟ زوجه واخلف 3-4 كفايه. لحسن يقولوا ازاي سهير تقول 10 واحنا بنقول 4 كتير برضه من امس. طيب 2، ولد وبنت، ولد وبنت. طب خليهم ولدين وبنت. لا معلش، هو ولد وبنتك لما يروح واحد يبقى في واحد ويبقى عندي ارض وازرعها خضره، بحب الخضره جدا، وازرعها قمح وذره وطماطم وخيار وجرجير، زرع اكل منه. كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. الله اكرم، وكل سنه وانتم طيبين والعالم بخير وسلام. أعزائي المشاهدين، أسرة البرنامج هتكون في انتظاركم بكرة إن شاء الله مع نجم جديد وحلقة جديدة، وإلى اللقاء. حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، اتقول